والنزاعات والثورات والمظاهرات. الشيخ صلاح بدير إمام وخطيب المسجد النبوي يدعو الله أن يحفظ بلاد المسلمين من المظاهرات. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الحروب والفتن والشرور والفتن والنزاعات والثورات والمظاهرات يا رب العالمين. دعاء البدير جاء عشية دعوات شبابية لتظاهرات عالمية في جمعة الغضب لفلسطين. في دعائه الذي استمر مدة 6 دقائق، إمام المسجد النبوي تجاهل الدعاء لغزة التي تتعرض لحرب وحشية منذ 6 أشهر، مع أنه دعا سابقا لأهالي القطاع عدة مرات خلال رمضان. يا رب العالمين، احفظ أهلنا في غزة، احفظ نساء غزة وأطفال غزة. تجاهل الشيخ البدير الدعاء لأهالي غزة في ظل تحذيره من المظاهرات أثار جدلا واسعة، وخصوصا لتزامنه مع تظاهرات واسعة في دول عربية ضد الحرب على غزة واتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، وليس ضد الأنظمة ولا للمطالبة بالثورات والانقلابات عليها.